وفينا العربية بدوننا زمان بدوننا زمان الوصية تصل ما فيها دلابية في مفصلية بدوننا زمان بدوننا زمان شكرا. بعض البنات في الفترة الأخيرة بعض البنات تقول وش لون وباقي الجسم لون تاني، راكبات في حافلة دار يدفع لبعض، مشكلات في الدفع، الكمسارة دروب كل واحدة رفع القروش فوق، تدفع لي كيفين؟ لا زح يدك بدفع، تدفع لي كيفين؟ لا ولا تدفع لي كيفين؟ تدفع لي لا ولا تدفع لي كيفين؟ أدروب بعي لهم، تدفع لي كيفين؟ لا ولا تدفع لي كيفين؟ لا ولا أدروب قال لهم القروش خلي اليد ده طاب لي من أول حاجة. الكريمات والله اليوم عندي قالوا في كريمات، الواحدة لو عملت الكريم ساي ما بتبقى سمحة، راجلة ذاته ما بيعرفها. ده عنده عريسات خاله ضرب لها تلفون قال لها انت وين؟ قالت لي احنا في الكوفير معاه الشفع. قال لها لبس الشفع وقفل الباب كويس نتلاقى في الحفلة في العرس، ما بقدر اجي راجع. طبعا ما عامل الكريم بس جا لقاها هناك بترقص مع العريس شغالة كده، الحفلة شغالة، مرته عجبته عجب ما عرفها، بقى شاغل فيها من بعيد مبالغة عجيب يا سوبر ديبي بيتبالغ عليك كده، وهي ماشي عليه لما انقربت عرفت دي المره قال لها المفتاح المفتاح. طبعا بتعرف اولاد ميكي، تعريف بسيط لولد ميكي، كائن حي يتنفذ عادي يلد ولا يبيض، وهو من قبيله الرخويات. ده تعريف بسيط لولد ميكي. ولد ميكي جايبوش هنا شهاده عربيه، جابوا هنا قبله في الجامعة، الجامعة قالوا بس نمقلبه راجنه لك شهرين بس عشان يمقلبه. يوم جاء ماشي لقى الشباب بيفطروا قال لهم شباب عايز التواليت، تواليت ها ده المقلب ذاته. قاموا وصفوا لي حمام البنات ما داري مقلبه، مشى هناك حمام البنات لقاهم شغالين كده في المراية حاجاتهم الخاصة دي، المراية عكست لهم منو؟ ولد ميكي. طبعا اتخلعوا كلهم بصوت واحد قالوا واي الراجل، قال لهم وينو؟ طبعا يا جماعه انا غير الحكواتي برضو مع ناس الهيلهوب، فقلت لهم انا خلاص كفاي مع الوان الطيف ديل مع الاطفال، لكن اصروا في شباب كده طلبوا مني حاجه سبيشالي كده بتاعت ركشات، وبرضو الاخوات بندوم حاجه كده بجنبه. ده فنان ارتبطوا معاه لحفله بتاعت عريس قالوا له بنديك 1,000,000 جنيه. ما شاء الله جاء المناسبه اول غنيه شبكن وين 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 وعيان ومرضان راسي وبطني وقلبي. انتهى من الغنية الأولى، خشلهم في الثانية. الليلة أنا ما بنوم، الليلة أنا ما حموم، الليلة جيبوا لي طبيب، الليلة عطاني الدبيب، الليلة دي قرا نص ساعة، الساعة 11 إلا ربع بدلهم في الغنى الخفيف ذاك. المرض ده انفلونزا، الملاريا، الرطوبة، الجدر ده، الحصبة دي 48 أغنية 47 أغنية ما مرق من موضوع المرض. جاي يشيل 1,000,000 جنيه جات أم العريس، من علس مو بيها بديك 1,000,000.
بديك 250 ألف ربع القيمة بس يا حجة. ليه؟ اتفقت معي بمليون. اي اتفقت معك بمليون لكن غنت لي مرض في مرض بديك ربع القيمة لأنه عندي بطاقة في التأمين الصحي. السودانيين اثنين في نصهم تسفاي شغلوا لهم بيت عكسوها قبضون ودوه لمولانا. سأل الأول انت قلت لها شنو؟ الله مولانا قلت لها سنة ولا موت أنا أدو سنة سجن. جابوا الثاني انت قلت لها شنو؟ والله برضه يا مولانا قلت لها سنة ولا موت أنا أدو سنة سجن. جابوا تسفاي بهرشة انت قلت لها شنو؟ والله العظيم مولانا قلت لها يومين ثلاثة يوم بس. ودي طلب للشباب ومعانا ناس ركشات يا اخواننا برضو نديهم حاجه. ده سايق الركشه بيده الشمال والريموت حق الامبي 3 بيده اليمين ومشغل شنو؟ الامبي 3. ابو انت جاي ست جاي تتبي تقول تلا تقش كيف ست بي تقول بن لاي ست كي كت كيف تقول لك كركبه شديده. بعد شويه بيمشي بين الناس تسفاي يا 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 يا. بعد شوية بيمشي وين؟ أوروبا. أبين تنقلان وين؟ شين تبين لوغستان تبين صدلون أبين تين. في اللحظة دي أشهر لي وراجل عمنا كبير الله يديه والعافية قال لي يا ولدي الشارع البيجاي ده اتفق مع عمنا بجنيه وناس الركشات مسمين الجنيه عندكم الركشات كلكم. قال عمنا أنا شغل لي حاجة سودانية وشغل لي شنو طنبور وليه تقولي حبا؟ ما زي مهند نور. شكرا كثير يا بدور شكرا كثير يا بدور شكرا كثير. انا العده غسلتها سويت لك فطور والجبن سويتها كمان معها بخور والولادات حممتهم يحصل الطابور. انت ببغى ولا شنو؟ واحد بقى شغال معي قلت له ببغى عبد الهادي. بعد شويه بتاع ركشه تليفون وضرب طلع الموبايل. ايوه لا جايكم بس اقطع الكلب ده واجيكم. الكلب هو قاصد عمنا فهمها غلط. كلب انا يا ابن الكلب قدر ابوك تقول لي الكلب ونزل الكلب يا مامو هزب. قال له عمنا ما تفهمني غلط. كلب يعني جنيه كلبين يعني 2 جنيه. قال له كان كده انا فهمتك غلط معليش نزلني. نزل عمنا خشش ايده في جيبه طلع عليه 10 حدايد الصغار ديل. قال له شيل شيل قريشاتك تعرفش ده شنو عمنا؟ شيل شيل يا ابني قريوات قريوات قريوات. طيب يا جماعه الفقره الجايه دي معانا يحيى صالح. يحيى ده طبعا يا جماعه من اسره فنيه عريقه جدا. بعدين عنده ميموري فيه 24 جيجا وعنده مواهبه كثير جدا. عنده خالته طلقها لانه بتدوس المعجون من النص. راجله قال مبذره. وعنده امجاد بالاقساط شايله وعنده قطعه هناك في الصالحه برضه شايله بالاقساط. بعدين بالليل يده خفيفه يعني مواهبه كثيره جدا. بعدين وجيه جدا عيونه بالجنبه ما بيشبه منى زكي. الجنب الثاني يا يحيى ما بيشبه نور. انا ما بيشبه مهند. ما تضحكي باخذ منك باركن. باركن يعني موقف. طيب نتعرف عليه. الاسم يحيى صالح جامعه الخرطوم كليه الطب خمسه اداب. كليه الطب خمسه اداب دي زي مبدل الدروشاب لكن ما علينا. اهلك من وين؟ قريه التي. التي دي في الخرطه في الجغرافيا بتقع وين؟ اوصفها لك. وصفها. ألفي بعد الشقلة بعد الشقلة بعد النوبة والمسيح. ألفي شقي شيطان شيطان يا يحيى شقي شيطان الله شيطان شيطانة. طيب يا يحيى نحن نمشي نبدأ. طبعا زي ما قلت لكم عنده زي 965 فنان في حنجرته هنا. نبدا باول فنان عميد الفن السوداني الراحل المقيم احمد المصطفى. لي غراها مو امان لي غراها مو امان في سموها كوم الجيران عيشتياها سودا شقي شيطان شيطان خلاص.
طيب نمشي نهدي اعمامنا هنا عوض الكريم عبد الله الفنان الشعبي المعروف تقدر عليه المشلخ دي المشلخ دي صفاقه جاهزين جاهزين حاج عتباني جاهزين وشافين كمان تعال يا حاج عتباني السكري هلكك هلك تعال قرص يا شيطان يا يحيى شيطان خلاص ها شيطان لا صديق احمد صديق احمد يا ذنوب ابوك اصلح له بره لو قال العلم له سيد خبره وما هو ذول قربا لكن الظروف جابره وصبرات روابح لويا وبطرك بطرك يا طب ما هو قلبه وقطع مرحلة طولت بقلبه اصفر حسنين طب ما هو قلبه طب اللي صغير ما هو لاقي قلبه وكل بس عرز خمسة أبوك يا 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 الشمالية شوية كده شندي الشتم الدلوكة الصوت البشرة جاهزة سيد الدلوكة جاهزة الدلوكة جاهزة والشتم جاهز والصوت جاهز والجلادين والجلادين جاهزين جلدوا الصوت جاهز جاهزين للبصة شندي قام شيلات الشباب ورصافي مش لحظة غير قصي حاب بصة شندي قام شيلات الشباب أول باب أجيب قول الجارحة صدر في الغم شقوم لم جرحة بصا شندي قام شيلات الشباب لغرصاتي مش لازم برق السحاب ودري لن قبل شفت انت فرحة جذابات عيون زي شمس الضحى بصا شندي قام شيلات الشباب لغرصاتي مش لازم برق السحاب وفي حي المغاوير وصفر الظهر
الشباب رصاصات بجلع زي برق السحاب بغي حي الغوش لوين القيام من قبة بدر وناظر يا سلام أنا بصاي شنقة من شيلات الشباب رصاصات بجلع زي برق السحاب وقبل اللي وصل طيب يا هلهم في بلد الطرق والناس العواء أنا بصاي شنقة من شيلات الشباب رصاصات بجلع زي برق السحاب وبشر يا الشباب وصل في ظل قسم الأول يا ناسك بالله أبشر يا عريس ليك الشباب وصل في ظل القسم الأول يا ناسك بالله عدل صدر دافر الموجد وزين البحر الرقاصات تجعل ما جعليها لما فيها صرة. طيب نمشي لأستاذنا الكبير ود اللمين يا عم حسبوا يا عين لي صبو يا عين لي وعم حسبو 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 الشتت قصب يا حسبو يا حسبو حسبو الشتت نمشي لآخر فقرة اللي هي ما الفقرة الختامية آخر فقرة في فقرة الفنانين نشوف نختم ب يا ود الزوم دارين عبد الله عبد القادر البيعي وبنفس حركاته ونفس حاجاته دار المايك ده ولا ده هوينو الخدر هوينو عدي مذكرة نخدرتو وزعلا يلخبر بعد ما درتو الولد الوخام الوخام عمنا القبيلة تلومو هيخلف صابه ديس الرقيقة دوبه الولد من داخل معرض ألوان الطيف نقلنا لكم فعاليات افتتاح المعرض